the diversity of genetic information اللي بتكون موجودة بالخلايا بهالتايب الأورجانيزمز. You do know إنه إحنا نختلف جينيتيكلي عن إخواننا، صح؟ إذا باخد sequencing لل 46 كروموسوم from you and your brother رح يبين إنكم إخوان، في sequences حتكون similar percentage كثير عالي statistically، بنعرف إنه هاي البرسنتج بخليكم siblings، وفي عندي diversity بتخليكم تفرقوا عن بعض. إذا جبنا الكوزنز أو حدا من العيلة رح تكون في similarities بس بتضلها تقل البرسنتج، بس ببين إنه مثلا هدول first cousins، هدول second cousins and so on. بالتالي ببين عندنا بسبب what happens on cells during the production of sperms and ovum، فبالتالي تزيد الدايفيرسيتي، وكل ما بعدنا عن بعض حنلاقي انه we look like each other، انه في areas بنشبه بعض، احنا من نفس السبيشيز، but still الدايفيرسيتي اللي نتجت بسبب الـ DNA recombination خلتنا نكون مختلفين برضو كمان distinct عن بعض ونكون نختلف. So when we talk about genetic recombination رح نحكي عن كيف الـ DNA اللي بالكروموسومات normally could be a little bit different. كان twins، إذا كانوا identical twins بيكونوا نفس الـ genetic information، بس رح يختلفوا with age. لما نيجي نحكي عن gene expression ذكريني بالسؤال، تمام؟ بس لما ينولدوا بيكونوا نفس الـ genetic information. So genetic recombination events رح نحكي عن الـ homologous repair اللي كان اسمه repair المرة الماضية، اليوم حيكون اسمه، لأنه as a normal process that happens during meiosis رح يصير اسمه homologous genetic recombination. This while genes والبروتينز involved اللي هم الهوموليجس ريبير مهمين كتير، زي أهمية باقي الإنزيمز اللي شفناهم بمحاضراتنا. So we will talk about homologous genetic repair. رح نحكي عن recombination. We don't see it exactly in human. إشي اسمه site-specific recombination، يعني في sequence محدد بيقدر إنه ينقام من sequence من مكان على DNA يروح مكان تاني في الكرايتيريا. يوجوالي بنشوفه بالبكتيريا أكثر منه، اسمه site specific recombination، فيه كرايتيريا عشان يقدر إنه يتحرك أو يتاخد يروح على مكان تاني. وفي عندنا إشي اسمه DNA transpositions أو jumping genes، برضو كمان genes that they will change from their place to another place. We do see this also in bacteria أكثر، وممكن نشوفه بالcancer cells، نشوف هذا الإشي، رح نشوف الإنزيم that involves it، ورح نشوف كيف بنتقل من one location to another location. برضو كمان بتكون sequences we do familiar or we are familiar إنها ممكن تنتقل من مكان لمكان. أخذتوا مايكرو بس ما أخذتوا مناعة، صح؟ أوكي. أول واحد سهل مرق علينا، رح نحكي عن the homologous genetic recombination. The same enzyme used in homologous repair هي نفسها that we use it during meiosis بعد البروفيز، مش عارفة المكتوبة بعد البروفيز، مش تحفظوا الفيزز تبعت الميوسيز، أخذتهم بالبيولوجي كلمة البيولوجي، بس إياكم تعرفوا إنه when there is a crossing over among chromosomes we do know that في رح يصير في عندي exchange of genetic information. في حدا من الطلاب بعث لي سؤال إن شاء الله أتذكر أرجع أرد عليه، something about this when we transfer parts of the chromosome between two similar أو نفس نوع الكروموسوم، هذا اسمه recombination. هذا هو اللي بيعمل diversity among الإخوان اللي بيكونوا من بعض during meiosis. هاي الصورة مش عارفة أوضح فيها، هاي أوضح أكثر. During meiosis إحنا بنعرف إنه في عندي كروموسوم جاي من الأم، كروموسوم جاي من الأب، it carries certain genes. بعدين during الفيزز الأولانية من الميوسيس تكون تشبه الميتوس، بعمل ريبليكيشن للدي ان ايه. بعدين لما اعمل ريبليكيشن للدي ان ايه بعد البروفيز بالميوسيس رح يصير في عندي اكستشينج اوف سيرتن تايبس او سيرتن بارت اوف ذا كروموسوم من مناطق جينيه محدده، يعني الجين بعرف مين هو اللي نقل او اللي فرق بين او اللي انتقل من مكان لمكان، هذا اسمه كروس لينكينج او كروسينج اوفر. In cross-linking, we will end up having هذا الكروموسوم هيروح على خلية، هذا الكروموسوم اللي صار فيه cross-linking رح يروح على خلية، الكروموسوم الثاني اللي صار فيه cross-linking رح يروح على one cell sperm or ovum، والرابع اللي مصرش عليه cross-linking رح يروح كمان على خلية. صفى في عندي أربعة ovum مثلاً ovum،
كل واحدة منهم من الكروموسوم 1 فيها كروموسوم 1 شكل. هذا هيك شكله إذا نتفرج عليهم على الجينز هن A و B و C, A small B small C small, A small B small C capital and so on. هلا هدول كلهم الأربعة إذا نتج منهم أربع إخوان بهذا الكروموسوم رح يكونوا مختلفين. فالجينيتيكلي السيكونس تبعهم ما رح يكون زي بعض, بس واضح إنه هم إخوان من السيميلاريتيز الثانية الموجودة عندهم بالمناطق الأذر of the genes and so on. لا usually بيكون irrelevant, it's not a mutation. يعني بيكون إحنا ما بنعرف بالضبط the crossing over كيف بصير, بس إحنا بنعرف إنه بغير السيكونس بس ما it's not a mutation that will lead to faulty protein إلا إذا صار خطأ ما بدي طلعه. لاحظوا إحنا عنا 46 كروموسوم, لما عملنا لهم duplication صاروا قد إيه 92 صح؟ هذول 92 كلهم في من عليهم crossing over يمكن بأكثر من مكان, فالdiversity بتزيد. بس بنفس الوقت الأماكن التي تختار عشان يصير في عندي crossing over أمسؤون بالجين بتكونش بمكان تعمل لي deletion أو insertion, بتكون بس أنا شقلبتهم ببعض بيعمل لي مفروض إذا كان بمنطقة من الجين رح يصير لها expression أو منطقة من الكروموسوم هي جين رح يصير لها expression هتعطيني بروتين مفروض هذا البروتين ما يتغير إلا إذا صار بالcrossing over UV radiation X-ray whatsoever أدالي لميوتيشن معين, فساعتها أنا بشوف في عندي one of the chromosome that it's faulty. رح نشوف هذا هلأ بمثال كمان شوي. أنكم سألتوني عن التلسيميا إيش من الباثو, إن شاء الله إذا ضل معنا وقت رح نحكي عنه بالأخير. هلأ نفس إذا بدنا نحكي عن the process as a process نفس الشيء زي ما شفناها بالهومولوجس ريبير, two adjacent chromosomes واحد من الكروموسومات حيصير بالأول حتيجي الإنزيمز تقص تعمل البريك على الدي ان اي, أنا هون أنا بدي هذا الشيء يصير. الثاني will serve as a template, وبعدين برضو كمان I adjust the ends مشان تقدر تعمل إنها تكون في عندي template وفي عندي fragment that is complementary to it. الإنزيمز بتكمل بتعمل synthesis وبرضو كمان برجع كمان بقص جزء من الكروموسوم وبصير جزء من this chromosome وهذا الجزء الجديد بيكون جزء من هذا الكروموسوم. So you end up having we are causing the breaks, we are forming a new double strands and they are complementary to each other بالكروموسوم الأول والكروموسوم الثاني. So we will end up having a product that it's crossed over. اللي بنشوفه على الكروموسومز بيكون something like this. مش بالضرورة كل الكروموسومات تصير عليها, بس بالكثير من هاي الكروموسومات بتصير عليها, وهذا هو اللي بيزيد الدايفيرسيتي لما تتكون عندنا السبيرمز and ova. فبالتالي we end up having diverse embryos, diverse human beings. لكل ما يصير عندي generation ننقل لجنريشن أنا في عندي sequence wise إحنا مختلفين عن بعض. عاد؟ لا إنه هذا سبيرم ده يروح على أوفا ما نعرفهاش صح؟ تفضل. كود إذا تعرضنا لراديشن إذا تعرضنا لتوكسينز رح ناخده؟ لا خدناه قبل. mistakes can happen كان, بس إذا أعطتني faulty sperm أو faulty ovum الإمبريو لما يتكون مش رح يعيش. So it will depend على نوع الميوتيشن اللي صار. فإذا صارت مثلا insertion أو deletion النيوكليوتايد واحدة and so on, yes I would see it as a germline mutation بالإمبريو اللي قاعد عم بتكون. تمام؟ Yes, we can see this. وبعد متخلص البروسيس ممكن أشوف ميوتيشن صارت على السبيرمز and ovum. الكروس لينكينج ما بشوفها as a mutation. It's not a mutation at all. It's a normal process that happens. أو بعد ما تتكون بعد ما تنتج السبيرمز اللي فيها مثلا 23 كروموسوم والأوفا اللي فيها 23 كروموسوم, هذول اللي بالنهاية يضلوا موجودين, ممكن أتعرض لراديشن أتعرض لتوكسينز لكيميكال whatsoever فيخرب يعمل ميوتيشن يعمل دمج ما يصيرش ريبير يصير ميوتيشن. So damage could happen at any time حتى during crossing over ممكن يصير عندي دمج يثبت as a mutation أو يصير له ريبير. بس crossing over as a crossing over هذا normal
ضروري عشان يصير عندي دايفيرسيتي بالاوف سبرينجز او النكست جينيريشن بتكون موجود عندي من الهيومنز اللي بينتجوا. سايت سبيسيفيك كومبينيشن ات از ليميتد لسبيسيفيك دي ان اي سيكونسز لهم انزيم اسمه ريكومبينيز ذات ريكوجنايز هاي السيكونسز بقصه وبنقول لهم من كروموسوم لكروموسوم او من جينيتك ماتيريال لجينيتك ماتيريال. وي دو سي ات اون بلازمتس خدتوا البلازمتس في البكتيريا دي كاري انتيبيوتيك ريزيستنت جينز. So we can see site-specific recombination in أنقل جزء من البلازمات من البلازمات لبلازمات أو من بكتيريا لبكتيريا. إذا أنتوا أخذتوا عن بكتيريا how they transfer genetic information من species to species, إحنا بنعرف إذا كانوا عايشين بنفس environment ممكن بسهولة تنتقل أجزاء من fragments of their chromosome من species to species, خصوصاً لما نحكي عن antibiotic resistant genes. تقدر انها تنتقل فبتصير لنيو بكتيريا من another species كانت sensitive بس انا صارت موجودة بالانفايرومنت مع بكتيريا resistant بتصير resistant هي كمان الانتيبيوتكس. وهذا اللي بنشوفه دائما لما نيجي نحكي عن البكتيريا. Can we see it in certain organisms at embryonic development? We do see it. بالهيومن ما عندي evidence انه هذا اشي بصير. الانزيم involved in that it's called recombinase مشان نكون عارفين انه هو بحب تعرف على sequences محددة بهذيك الـ species that would be transferred من مكان لمكان. ممكن أشوفه as cut وينقول لي إياه على كروموسوم تاني أو ألاقيه بعمل inversion لهذا الجين. ولاحظوا إحنا بنحكي عن sequences من 20 ل 200 base pair يعني صغير, ما أخذت جزء من الكروموسوم زي اللي كنا نشوفه بالـ human mutations. So this is also not a mutation, this is a normal event بشوفه بسبيشيز مختلفين involves an enzyme and specific sequences that we either cut it and then transfer it على plasmid or transfer it على other genetic information أو يصير في بنشوف إنه في عندهم كان يقلب مكانه فبالتالي برضو بينتج لي a different protein. وهذا برضو among those species بيزيد لي diversity. إذا بحكي عن بكتيريا, إذا بحكي عن viruses, هي احنا بنسميها ميوتيشن بس it is not a mutation زي اللي تعلمناهم قبل deletion insertion and so on. They are programmed بهذاك الاورجانيزم ومشان هيك احنا بنقدر نعملها prediction. انا بقدر اعمل prediction مثلا بكتيريا ايش رح يصير في عليها ميوتيشن او كيف رح تتغير اذا كنت بعرف انها عندها recombinase وعندها هاي sequences that can change من مكان لمكان and so on. وهذا طبعا عالم كتير كبير بالإميونولوجي على الاغلب. Jumping genes, transposons, برضو we do see it mainly in microorganisms, البكتيريا. الانزيمز involved in هدول الجينز تنتقل من مكان لمكان, جين كامل, sequences أكبر من specific sites, بتنتقل. يا بقدر بنسخها وبعملها insertion مكان تاني, كروموسوم تاني أو organism تاني, أو هي نفسها بتقط وبتروح محل تاني. هلأ بنشوف السلايد اللي بعد هاي. We do see it in cancers. احنا حكينا بالمحاضرة الماضية ان tumor cells, السيلز اللي already صارت cancer, فيش عندي control على الكروموسومات 46. ممكن الاقي عددهم كتير اكتر, ممكن الاقي عددهم كتير اقل, ممكن الاقي في عندي تكرارات لجينز معينين. فالترانسبوزون او الجمبينج جينز I do see them as a gene انتقل من كروموسوم وراح على كروموسوم تاني. I do see that in tumor cells. الانزيم بنسميه transposases, مجموعة من الانزيمز اللي بتعمل لنا هذا الشيء. عندنا نوعين, لاحظوا انا بشرح لكم جنرال صح, وانا بدي منكم بس جنرال تعرفوا. جنرالي اي ايذر كات من اورجانيزم او من كروموسوم وبنقل هذا الترانسبوزون او جامبينج جين كامل من مكان من كروموسوم لكروموسوم ثاني, بصير جزء منه. اي كات ات اتس بارت اوف ذا نيو كروموسوم, بيطلع عندي هيك بصير جزء منه. والأصلي يكون خلاص نقص وبتيجي repair enzyme سكر لي. النوع الثاني بيكون بيشبه الهوميليجاس repair, واحد منهم بصير template للثاني وبعمل copy منه and I will end up having original gene موجود على original chromosome والنيو كروموسوم, لاحظوا أغلبه بكتيريا already أخذ النيو جين, عمل نسخة منه أخذها. Both are called transposons or jumping genes. أخذ جزء من الأول. هذا هاي هيك كمالتها لهون.
وهاي عمل جامبينج زي عن جد جامبينج راح من كروموسوم لكروموسوم الثاني لا عملت نسخه منه فصفى بالنهايه هذا عنده الاوريجينال وهذا عنده اخذ الجين الجديد as it is and we do see this in bacteria a lot of jumping genes بتكون خصوصا لما البكتيريا بانفايرمنت تموت بصير ديجريديشن لايتس دي ان اي او اتس كروموسوم ففي فراجمنتس بتروح تعمل انسيرشن لحالها في ليفينج سيل ليفينج بكتيريا ممكن تكون نفس السبيشيز ممكن تكون ديفرنت سبيشيز عشان هيك a lot of bacteria with time بلاقيها قاعده عم تتغير وبتكسب صفات اكثر اهم ممكن تاخذ جينز من الانفايرمنت من سيلز من الانفايرمنت اللي موجود فيها بتكون موجودين كلهم مع بعض وهذا طبعا very dangerous هلا where do we see diversity of genes be the human هذا بهمنا بهمنا لانه لا هون مش بنقل الدم لا بهمنا نشوفه اذا نورمال لاحظوا انا ما بحكي تريتمنت انا بحكي نورمال بحكي بخلايانا هلا انتم ما اخذتوا مناعه بس اخذتوا عن البي لينفوسايت والتي لينفوسايت بالبي ال اس صح وبتعرفوا انه البي لينفوسايت ريسبونسبل تو برودوس انتي بوديز والمنطق بيقول انتي بوديز ار بروتينز اخذتوا برضه كمان انه ذوز انتي بوديز كل بي لينفوسايت لما يصير لها ماتشوريشن بتصير بس بتطلع لي انتي بودي معين سيلكشن يس هلا كيف بده يصير هذا السيلكشن انا عارف اذا اخذتوا هذا الريكومبينيشن او السويتشينج اخذتوه او لا بس احنا رح نشرحه از موليكولار ايفنت هلا how do every B lymphocyte produces a specific antibody ومش رح تنتج غيره وبالمقابل هم كلهم جايين من نفس الستم سيل يعني فيهم نفس الجينيتك انفورميشن we do see it as immunoglobulin assembly by recombination these antibodies are composed in their structure from heavy chains light chains وفي عندي variable regions انتوا اخذتوها كبروسيس از انتيبودي بربط بالانتيجنز يمكن رح تاخذوا يمكن بالمناعه كمان اكثر احنا هلا بدنا نحكي عنهم از بروتينز برودكت اوف جينز المفروض انه جين على الكروموسوم يضل نفسه كيف الانتيبوديز تختلف عن بعض انتوا بتعرفوا انهم بيختلفوا عن بعض بالفاريبل ريجن بس الفاريبل ريجنز لحالها مش كافي خلينا نشوف الجين ان اور سيلز we do have a very in our B lymphocyte we do have the gene a very big gene على DNA level B stem cell أو premature B lymphocytes بيكون مليان sequences that once they are expressing a protein رح تعطينا variable region مناطق عن الجين في مناطق حتعطينا ال C أو ال constant region وفي عندي مناطق نسميها J اللي هي joint بتكون تربط بين تعطيني امينو اسيدز بالسيكونس اللي بيربط بالفاريبل مع الكونستانت ريجن هذا جين كبير كثير This gene as a gene موجود بكل خلايانا بكل خلايانا البي لينفوسايت ذي ار بريماتشور بالماتشوريشن تبع البي لينفوسايت بيمشي بخطوات during these steps randomly بصير عندي شيء اسمه سويتشينج شو يعني نفس هاي البي لينفوسايت وفي بي لينفوسايت تاني جنبها الاثنين عم بمروا بعملية الماتشوريشن بصير عندي كت وريموف كت وريموف للفاريبل ريجنز راندوملي سو فار ما بنعرف الميكانيزم انه ليش انا عم بقص الجين هالقد طوله بس انا هلا كل ما البي لينفوسايت انا بتعمل ماتشوريشن عم بقصره هلا مثلا هون المثال تبعي على اللايت تشين رح نشوف هلا على الهيفي تشين فبضل يقصره لعند ما انتهي بهاي السبيسيفيك بي لينفوسايت في عندي فاريبل ريجن وحده في عندي سيكونس اوف دي ان اي رح يعطيني الجوين اخترت برضه كمان والكونستنت ريجن هذا الجين ان ذا ماتشور بي لينفوسايت انا مش شايف الارقام مش عارف ايش هذا هاي الفصل اخترنا بذس بي لينفوسايت الفاريبل ريجن 84 الجي 4 الجي 5 والكونسنت ريجن they will be expressed عشان تعطيني المسنجر ار ان اي برضه كمان في عندنا بروسيسنج على المسنجر ار ان اي عشان يعطيني فاريبل ريجن وحده جوينت وحده والكونسنت ريجن لاحظوا انه السي سيجمنت الجين ده لها ثابت
لأنه this constant region identifies إنه هاي IgG, IgA, IgM and so on. And then this B lymphocyte once it is mature راح تعطيني دائما هاي variable region. هذا الجوي مربوط مع الكونستنت. البي لمفوسايت اللي جنبها بتكون يمكن أخذت في 5 جوينت واحد. لما تنتج أنتيبادي حيكون يشبه هاد. لا, it will be expressed in a different way. This has happened randomly during maturation. I do have a very long gene. I remove the areas من السيجمنتس عندي من الفاريبل ريجنز 300 احتمال, ومن الجي سيجمنتس عندي 5 أو مجموعة منهم, والكونستنت that it is still the same. فكل قديش التشانسز تطلع عندي فيو بي لمفوسايتس بيشبهوا نفس الفاريبل الجوينت اند سو اون, رح تكون نفسها ليتر اون, مش رح تكون يعني ما رح تكون تختلف, حتنتج لي نفس الانتي بودي. اذا بدي فاريشن انتي بوديز مختلفين تنتج من بي لمفوسايتس مختلفين during maturation, حيصير في عندي بروسيس على الجين مشان اضمن انه this mature بي لمفوسايت رح يصير بعدين بلازما سيل وميموري سيل, رح تكون دائما every time تنتج لي نفس الانتي بودي كل مره, لانه during الماتشوريشن تبع السيل انا امت الارياز من الفاريبل ريجنز اللي انا ما بدي اياها راندملي لعند ما انتهي بالريجن اللي انا بدي اياها تعطيني هاي اللايت تشين من هذا الانتي بودي. شوفوا الهيفي تشين, الهيفي تشينز ار لونجر, وفي عندي كمان سيكونس زياده, عندي 150 فاريبل ريجن بدي اختار منهم واحده, في عندي مجموعه من دي سيجمنت دي ريجنز والجوينتس والكونستنت ريجن بتكون موجوده عندي. سو قديش احتماليه انه خليتين تعطيني نفس الهيفي تشين نفس اللايت تشين زي بعض, دي تنتين يعني خليتين يعطوا نفس الهيفي والفار, حيكون احتماليه كتير قليله, بس اتكود بي بس واحد تكون نفس يعني حتكون خليه تنتج لي نفس الانتي بودي. لا, ما هي راندوم اللي بتكون, في بيحسبوها في لهم كالكوليشن, بس انا مو حاطط لكم هذا قد ايه احتمال انهم يكونوا مختلفين, او قد ايه الاحتمالات عندنا تطلع عندي millions of cells producing antibodies different antibodies عن بعض, بس ممكن تنتين يتشابهوا يس, بس حيكونوا كانهم نفس النوع they were mature. وانتم بتعرفوا انه بعدين الانتيبادي هلا اللي بصير بالبي لينفوسايت they are mature they produce antibodies وبيمشوا بالبلد وبتعمل تعمل ديتكشن, اذا عملت لقت الانتيجين موجود فبتعمل بعدين ميموري, اف نوت رح تموت وترجع كمان بي لمفوسايت من اول وجديد ترجع تنتج كميات كبيره. افري بي لمفوسايت بتطلع عندي من المليونز اللي نتجوا حتنتج لي انتي بودي سبيسيفيك للسيل, هذا بسبب هذا السويتشنج اللي بنشوفه ديورينج ماتوريشن اوف بي لمفوسايت. ذس از ذا اونلي بنقدر نقول عنه الفاريشن اللي نورمالي بنشوفه بداخل خلايانا الهيومن سيلز. تمام؟ احنا عندي سؤال؟ عدا عن الكلاس سويتش ريكومبينيشن, في عندي كمان ريكومبينيشن ممكن انه يصير على الكونستنت ريجنز تو بروديوس اي جي جي اي جي ام اي جي اي اي جي اي. احنا بنعرف انه هم مش بيختلفوا بالفاريبل ريجنز, بيختلفوا بالكونستنت ريجنز بالكلاسز اللي بتكون موجوده عندي. سو هاي البي لمفوسايت بدها تعطيني اي جي اي والاي جي اي والاي جي جي, برضو كمان during maturation بنحدد ايش نوع الانتي بودي رح تعطيني اياه. عندنا كمان اشي اسمه somatic hypermutation, احنا بنعرف انه الميوتيشن اشي منيح, بس بالبي لمفوسايت عشان ازيد كمان الليفل اوف فاريشن اي ميوتيت الفاريبل ريجنز ان ذم hypermutated, بضل اعمل كثير ميوتيشن عشان ازيد الفاريابيليتي اوف فاريبل ريجن, فبالتالي رح يعطيني انتي بودي مختلف على الانتي بودي اللي جنبه. مثال عليه الريبليسمنت اوف سايتوسين جوانين, يصير في عندي ادينين وثايمين. وي دو بروسيس ان ذا نورمال بروسيس هذول البي لمفوسايت على الجين بخلال عمليه الماتشوريشن بديفرنت تايبس اوف سيلز ات راندوم سيز, بصير عندي دي امينيشن بتصير يو. هلا اليو لما تصير بينقام برجع مكانها تي, وي ريبليست بحط تي مع سي ما بزبط فبقيم السي بحط ايه, فبصير عندي شوي تغير بالفاريبل ريجن among different cells. فحتى لو بالاحتمالات طلعت عندي فاريبل جوينت كونستنت ريجن بخليتين زي بعض, الهايبر ميوتيشن ذات وي دو سي ات از ا نورمال بروسيس بهذول الخلايا
يخلي راح يطلع عندي antibodies with variable regions they are different من الخلية الثانية اللي فيها exactly نفس السيكونس اللي كان موجود عندي اخترت نفس variable region so on. So this is all normally there عشان يعمل لي variable number of antibodies produced طول ما أنا في عندي bone marrow بينتج stem cells في stem cells بتعطيني B lymphocytes B lymphocytes would recognize the antigens يكون فيها antibody that can fit to bind على هذا الانتيجين that is represented لهذا الانتيبادي تكون موجودة عندي ودائما هي a random process فدائما عندي كتير B lymphocytes circulating بالدم and then once they recognize the antigen بصير في عندي الميموري سيلز والبلازما سيلز والبروسيس تضل بداخل السيستم بجسمنا بتعملنا الميموري and so on. في حدا عنده سؤال على هذا؟ الكونستانت لا بعدين فعلا انتم متذكرين ما بعرفش انتم مش ماخذين مناعه انتم مش ماخذين مناعه لما تاخذوا مناعه حتشوفوا ايش الفروقات بين اي جي جي اي جي اي ام سو ان بتكون هون بتعمل لنا كلاسز لا مش بهاي الكونستنت على الاغلب بتكون بالهيفي وفي عندي اي جي جي 1 2 3 4 في عندي سب كلاسز هلا انتم بالمناعه حتاخذوهم انتي بودي وكلاس ما حتاخذوهم انه هذا بروتين هي امينو اسيد هي الامينو اسيد اذا جت من جين فالفاريشن عشان يثبت هاي الخليطه دائما تعطيني اي جي اي بده يكون التغير صار ميوتيشن على الجين بس هذا الميوتيشن مش ميوتيشن ديزيز هذا ميوتيشن طبيعي صار خلال عمليه الماتشوريشن اوف سيلز مشان تقدر تنتج لي الاي جي اي المختلفين الاي جي جي المختلفين Yes, so في عندي عدد كبير من antibodies, billions of antibodies produced from different, from billions of B lymphocytes. خلال maturation of B lymphocyte, yes. Yes. خلال maturation of the B lymphocyte. من stem cells لحد ما توصل تصير mature B lymphocyte. In eukaryotes في عندي كمان recombination أو كمان variation أيدوسية بس بنشوفوش في الإنسان اللي هو إشي اسمه جين amplification أول مرة شافوه كان بال eggs تبعون الفروكس هلا تحتاج تنتج بروتينات كتير عشان خلال عملية عشان مثلاً عند fertilization يصير في عندي الامبريو تبع الفروكس يتكون في جينات بكون بدي إياها تعمل لي product كتير أكتر لإحنا بخليانا عندي two copies of the gene إذا بدي كتير من البروتين بسرع بروسيس اسمها جين اكسبريشن رح نحكي عنها إن شاء الله هلا in frogs and in اسمها fruit fly we do see something that it's called gene amplification شو يعني gene amplification؟ يعني بعمل نسخ كتير من الجين شايفين هاي الرسمة تبعت الفور بالأورجن amplification هاي replication صح؟ هاي إحنا قلنا إنها تول controlled process باليوكاريوت وبالliving organisms بتصيرش الا لما اعمل دبلينج لكل الجينوم بس في هذول الاورجانيزمز لا از ا نورمال بروسيس بجزء من اللايف سايكل تبعتهم خصوصا لما نيجي مثلا نحكي عن الايجز تبع الفروغ في عندي جين امبليفيكيشن لو اريا محدده من الجين لاحظوا لساتني ضمن الكروموسوم بس عملت نسخ كثير من الجين عشان اعمل اكسبريشن لكثير مسنجر ار ان اي يطلع عندي كوبيز كثير اكثر من البروتين هلا هذا temporarily بصير بهدول السيل بعدين بس تخلص هاي المرحله وتنتقل على مرحله ثانيه بالامبريو ديفلوبمنت بلاقي رجع كروموسوم واحد نسخه واحده من الجين على هذا الكروموسوم في الانسان ما عندنا اياه بس يو كان سي موجود احنا عندنا بالكتاب سو ممكن بالمستقبل اشوفه بالكانسرز other types of diseases we can identify that so this is called gene amplification Usually we see it in eukaryotic cells, but not in human. مش يعني أي evidence إنه موجود عندنا في human. أكثر إشي موجود في the unfertilized eggs اللي تكون تصنع ريبوسوم ال RNA genes. وممكن كمان أشوفه in tumors, بس ما
عندناش اياه هذا الشيء، يعني ما عندي ايفيدنس عليه. ما بي بالفيوتشر الاقي انه انا في عندي ايفيدنس انه هذا الشيء بيصير بالتيومر سيلز. بالتيومر سيلز اي دو نو ان النمبر اوف كروموسومز بتغير، وهذا شيء طبيعي. على الاغلب ذوز كروموسوم ذات ذي انفولف اونكوجينز بلاقيه موجود فيهم اند سو اون. هيك انا خلصت المحاضره. بدي احكي عن اشي بعرفش شو عدتكم سالتوني عنه، عن تلاسيميا. في حدا سالني هاي الشعبه؟ اشي اخذتوه بالباثو، اخذتوه بالامتحان. اجوني امبارح بعرفش اذا من شعبتكم سال، بس الشعبه الثانيه على الاكيد سالوا. كانوا يسالوني عن الفا تلاسيميا، انه كيف وي هاف تو جينز فور اليلز سمثينغ لايك ذات ستيتمنت كانت. وايش يعني سايلنت كارير؟ احنا قلنا انه هذا هلا سايلنت كارير بتختلف عن سايلنت ميوتيشن. سايلنت ميوتيشن بالموليكيولر هو قعد يعني وقت زميلكم قعد يقول لي انه قالت لنا الدكتوره سايلنت ميوتيشن، قلت له ما فيش، ما دام سايلنت ميوتيشن معناتها في عندي ميوتيشن صارت لها ايفكت على البروتين او ما لها ايفكت على البروتين اللي بيطلع عندي. بس فلما فرجاني قلت له سايلنت كارير از ديفرنت. هلا نشوف شو ونحكيها على الريكومبينيشن. يعني انا ليش حكيت انه اليوم مناسب اني احكي لكم عن هذا الشيء؟ عشان نحكي عن الريكومبينيشن اللي بصير خلال الميوسيس. هلا بالهيموجلوبين احنا بيكون في عندي نوعين من جلوبين بروتينز، الفا اند بيتا. الفا جلوبين له اربع، اذا بحكي عن نورمال هيماتوبايتيك سيل في عندي اربع جينز، اربع جينات. اربع جينات يعني اربع اليلز. احنا قلنا من اول محاضره جين يعني اليل، بيكونوا موجودين على الكروموسوم 16. هلا شكلهم بيكون هيك، فرق هيك ما فيش النورمال عندي، بيكون هيك. هذه عندك كوبي اوف ذا كروموسوم، هاي النسخه الثانيه من الكروموسوم، هذا جاي من الام هذا جاي من الاب. والفا جلوبين بروتينز الجينز تبعتهم بتكون موجوده بالرسم عشان يسهل علينا، بكون موجودين واحد على هذا الطرف، على هذا الطرف اللي فوق على الطرف اللي تحت. بوث جينز بصير لهم اكسبريشن عشان تعطيني البروتين. هذا الشخص اخذ هذا الكروموسوم من امه، هذا الكروموسوم من ابوه. سو وي هاف تو كروموسومز محمول عليهم 4 جينز بتعطيني الالفا جلوبين بروتين. 4 جينز او 4 اليلز نفس الشيء بدها تكون نفس التيرم. هلا لما يصير عندي امبريو ديفلوبمنت، نفرض الاب كان كارير لحظ هذا الطفل اخذ هاي الكوبي من ابوه مثلا واخذ النورمال من الام، عنده 3 genes that will express the normal protein. 1 faulty gene. مش الأب أو من الأم بفرقش، عند واحد of the parents، one of the parents. رح أسميه silent carrier لأنه لا رح يكون عنده أنيميا ولا الريد بلاد سيلز اللي بالألفا جلوبين بروتين اللي فيها حيكون شكله مختل أو خطأ. معظم السيلز لما نيجي نعمل سلايد ونتفرج عليها تحت الميكروسكوب حشوف إنه هو طبيعي، ما عندوش ولا إشي. هلا في ناس بيكون one of the parents عنده ال both copies mutated لونهم بالأخضر، ال parent الثاني لا. هاد شخص بسميه عنده ألفا تلاسيميا لأنه عنده نص الجينات ما بتعمل expression، النص رح يعطي. حشوف شو أنيميك، حشوفه أنيميا، عنده red blood cells فيها الجلوبين بروتين، فيها الفا جلوبين، بس مش كل الريد بلود سيل. صار واضح، صار اوضح عندي انه هذا الشخص عنده هاي الميوتيشن، لانه الريد بلود سيل الهيموجلوبين اللي فيها مش نور، شكله مش نورمال، وبسهوله بقدر اشوفه تحت الميكروسكوب تحت السلايد. فهذا الشخص انيميك. هلا شوفوا خلال عمليه الشخص اللي بيكون انيميك وعنده تو كوبيز، نتخيل انه هدول الجينا التو كروموسومز عند الاب، لما تصير عندي سبيرم فورميشن ويصير عندي دي ان اي كومبينيشن راح الاقي انه ممكن صار عندي هون صار هذا الكروموسوم عليه وحده والثاني صار عندي كروسنج اوفر هون، وهي راحت هون وهي راحت هون. صار عنده تو سبيرمز اللي كان نحكي عن الاب عليهم كل واحد يوم عليهم وحده فولتي جين وحده نورمال جين، راح ارتبط بوحده مش كارير، شو حيطلع اولاده؟ كارير، مع انه هو كان مصاب بس عند الكروسنج اوفر للصدفه عملتها عند هذا الكروموسوم، فالابن ما طلعش مصاب، طلع سايلنت كارير. صار هيك تمام.
فهيك بشوف التغيرات that I can see it being promoted. عشان هيك ممكن يكون تلسم هيك ويطلع أولاده مش مصابين. بسبب الكروس لينكينج خلال عملية الميوسز اللي صار عند development of those cells. كروموسوم مش نور، ما صار زي هيك شكلهم. صار عنده واحدة فيها ميوتيشن والثاني نورمال، فلما راح عند تزوج واحدة نورمال مش كارير، فصفى حتى ابنه حيطلع سايلنت كارير، ما فيش حتى عنده سيمبتوم. هلا النوع الثالث اللي هم عندهم الاتش ديزيز اللي بيكون فيه ثلاثة، بيكون الاب انيمال مثلا والام كارير سايلنت كارير ما كانتش عارفة، من عائلات كثير متباعدين، بعدين بالصدفة تزوجوا انولد الابن عنده اتش، هذا بس بتصفى عنده واحد اثنين ثلاثة، هذا الانيميا تبعته حتكون كثير اكثر، حيكون اخطر، حيحتاج انه يضل يتجدد له دم انسون. اذا الاب انيميك والام انيميك يعني مصابين، وللصدفه هذا الجنين اللي هو عم بيتكون كانت الاربعه كوبيز فولتي، هذا بنسميه بارت في تارس، هذا بيؤدي للديث خلال البريجنس، هذا ما بينولد الطفل، فيش عندي ريد بلاد سيلز ابدا اصلا خلال الحمل، بصير في عندنا مسكرج، وهذا اللي المسكرجز اللي بنشوفها سام تايمز يكون في نورمال بريجننسي، وبعدين سيرتن بوينت يلاقي انت عندي مسكرج، فلما يدوروا الموليكيولر اذا تكررت السؤال ممكن يعرفوا انه مثلا في عندي ميوتيشن هون. هلا الكروسنج اوفر اما بخلي النكست جينيريشن واضح عنده الانيميا والالفا تلاسيميا، او بيخليها تقل ويضلهم سايلنت كاريرز، تضلها وحده عند هذا الشخص. الكروسنج اوفر اجى ساعدني عمل ديزولفينج او خفف او زاد هاي الميوتيشن اللي موجوده عند الشخص اللي ينقل هاي الجنريشن بعد. اتمنى اكون وضحت لكم الشيء تبع الباثو، وعين كنتم بتحنتوه بس يعني مش مشكله بس هيك شوي ربطناه بالدي ان اي الكومبينيشن. تلسيميا كاريوس.